ربما هذا المعطيات واليوم كنشوفوا المعهد كيطالب بانه نقصوا الضغط. دابا اللي كنهضروا على نقصوا الضغط خصنا نشوفوا الكيفيه، واش غادي نديروا راحه بيولوجيه مطوله ونقصوا من الضغط ونقصوا المراكب، شنو هو الحل؟ وخصنا ربما تكون عندنا واحد شويه الجرأة بانه لي مارش كنعرفوا لي سيونتيفيك في العالم باسره كيكون عندهم استقلاليه تامه، ما كيدخلش الشق السياسي بانه الشق السياسي كيرجع وتسير كيرجع لوزاره الصحه، ولكن السيونتيفيك هو كيعطي الراي ديالو كيكون نوتخ بانه هو اللي كيشوف هو اللي كيعرف بانه الانسان في الاداره ما عندوش المعطيات، ما كيخرجش للبحر ما كيكونش عنده المعطيات اللي هي سيونتيفيك. اليوم انا كنقول المسؤوليه مسؤوليه كبيره على العتيق ديال مراش بان خصنا نعطيو المعطيات وتكون جريئه كما كان المخطط ديال الاخطبوط وكانت توقفات واخا كاين باقي بعض المشاكل، ولكن بعدا كنسمعوا واحد شويه ديال الجرأه كنهضروا على الكوطا كنهضروا اليوم في البيلاجيك بانه ربما هو مساله اللي هي جد حساسه بانه ما كيتهمش غير المجهز بوحدو، هي واحد السلسله اللي هي كبيره. اليوم كنعرفوا ديزاين انفيستيسمون لوغ داروا في المنطقه الجنوبيه تخيلوا معامل اللي هي كبرى تدارت الداخل، وهاد الناس كتشغل مشكورين هادو مستثمرين كبار اللي استثمروا كيشغلوا واحد العامله اللي هي محتاجها البلاد ديالنا، اللي كل معمل كيشغل مباشره 800 700 الخلق عاد شوف متابعه من الوضع. واليوم هادشي كله متعلق كله بالثروه السمكيه، هاد الثروه السمكيه اليوم بانه خصنا نلقاو الحل، والحل يكون سريع جدا بانه واش كتضمنوا مع ارتفاع المحروقات ثمن المحروقات قله المنتوج واش غتكون هذه الاستمراريه قله الامطار هذا رمضان، وكنعرفوا السوق الداخلي ديال المغرب اول المنتوج اللي كيقدوا عليه المغاربه وكيبغيو المغاربه هو السردين، فينا هو كاين مبادرات كيداروا في رمضان حنا كنخمموا فين غنجيبوا هذا الحوت، ولكن اليوم واحد المستثمر كيستثمر الا وكيكون عنده معطيات، هاد المعطيات شكون غيعطيها لنا؟ غتعطيها لنا لينراش. لينراش اليوم خاصها تلعب واحد الدور ديالها اللي هو تكون فيه شويه ديال الجرأه ونحطوا الاصبع ديالنا ونقولوا بانه ما يمكنش ندفعوا للناس الاستثمارات ومن بعد ما نعطيهمش الحلول اللي هي تكون حلول كنظن بواحد السرعه، لانه الناس راه مازال كتبني بركوات مازال كيبنيو الوزينات وفين غادي هادشي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كنشوفوا الظروف ديال الدوره مرات في ظروف هي جد جيده وتغلب عليها المساله ديال الاثمنه ديال المحروقات. المساله ديال المحروقات نقدر نتكلم فيها بانه اليوم خصنا نشيروا لواحد المساله بان هي الدوله المغربيه مقدمه واحد المساعده مباشره للصيادين والمجهزين بالنسبه للمحروقات الغازوال، بانه في جميع الاصناف ديالو لا الصيد على البحار ولا الصيد الساحلي هو معفي من جميع الرسوم الجمركيه بالنسبه للضرائب، واللي ما كنتفهموش علاش كاين هذا الفرق ديال الثمن بين الصيد على البحار والصيد الساحلي. اليوم بغينا نتكلموا على الثمن هو موحد بالنسبه لجميع الاصناف ديال الصيد، ومن بعد نشوفوا الا كان هذا الثمن اليوم كنشوفوا واحد الثمن اللي هو مرتفع، راه ربما كنشوف بان الممثلين ديال القطاع كيطالبوا الان بكن واحد التثقيف ديال الثمن في هذه الظروف هذه اللي كيمر منها العالم باسره. وكنعرفوا بانه الصيد الساحلي كيخدم بالحصه، وكنعرفوا بانه هاد لي شارج هادو اللي هما في زياده وطالعين بزاف على بالنسبه للبحار ما بقى كيشيط ليه حتى شي حاجه، وهذه ماده حيويه كنظن بانه الجميع خصو يدخل فيها وتكون واحد المراقبه على الاسعار. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي ذكرنا فيها هي المساله من بعد بيان سور المصادقه على جميع المحاضر، كاين المساله ديال الصيد اللي هو غير قانوني. الصيد غير قانوني ولا كيريقنا ما كنعرفوا بان احنا غندخلوا في واحد الراحه بيولوجيه ان شاء الله بارتيغ دو دومان، ولكن كنعرفوا الرحال البيولوجيه محترمه مع عند الصيد اللي هو مهيكل، ولكن بين بعض القوارب اللي كنسميوها قوارب اللي هي غير قانونيه، قوارب معيشيه وقوارب، ولكن هاد الناس هما مغاربه ولكن بغيناهم يخدموا في اطار القانون، ولهذا كنطالبوا جميع السلطات والوزاره الوصيه باش تزيد من الجهد ديالها بانه هذه المساله راه كتضر بينا وكتضر بالثروه السمكيه. وشكرا. الاجواء اللي مرات فيها هاد الدوره هي اجواء الحمد لله اللي عطات واحد الاقتراحات وكان واحد المستوى عالي ديال النقاش، وجميع النقاط في الحقيقه اللي طرقوا لها هي نقاط واجهه واللي بطبيعه الحال غادي نوصلها بكل امن بكل امانه وبكل صدق الوزاره الوصيه على قطاع الصيد البحري. اذا كنت من متابعينا الجدد فلا تنسى الاشتراك في القناه
والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. قناتكم ماروك نيوز.